أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في الأسبوع الخامس من دروس التربية الوطنية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك تبين أهمية حقوق المرأة. قدر الإسلام المرأة وأعطاها حقوقا لم تحصل عليها من قبل، ورفع من شأنها وعزز مكانتها في المجتمع، كما حرم وأد البنات وهي عادة كانت سائدة عند بعض القبائل العربية في الجاهلية. وكذلك أعطى الإسلام المرأة حق الميراث، فأعطاها حقها في ميراث أبيها وأخيها وابنها وزوجها وعمها بعد أن كانت محرومة منه في الجاهلية. وقد كفل الإسلام للمرأة حق العلم والعمل وحض عليه وربط العلم بالعبادة، كما أعطاها حق اختيار الزوج وحق المشاركة في خدمة المجتمع وتبوء المناصب. وينظر الإسلام إلى المرأة على أنها نصف المجتمع، فالمرأة في الإسلام شريكة الرجل في عمارة الكون. جاء اهتمام العالم بحقوق المرأة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، وقد حصلت على بعض حقوقها الاقتصادية والسياسية قبل هذه الحرب. وقد تم أعطاء النساء حقوقا أخرى، منها حق التصويت ودفع أجور مساوية للأجور التي تدفع للرجال. واستمرت المرأة في الحصول على حقوقها بعد الحرب العالمية الثانية عن طريق المؤتمرات الدولية. وفي الأردن ساوى الدستور الأردني بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، وقد أولى المرأة عناية خاصة وانعكاسا لاهتمام الأردن بقضية المرأة، فقد وقع على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة. لعبت المرأة الأردنية عزيز الطالب دورا مهما في العديد من المجالات. عليك أن تقوم باختيار تلك الشخصيات، إحدى تلك الشخصيات، وأن تقوم بكتابة تقريرا عنها وعرضها أمام زملائك. حقوق الطفل في الإسلام. عزيز الطالب، الطفل في الإسلام هو من لم يبلغ الحلم. وأما في وثيقة حقوق الطفل الدولية فقد تم تحديد عمره بما لا يتجاوز 18. والأطفال نعمة إلهية جديرة بأن تصان وترعى وتعطى حقوقها التي قررها الإسلام المتميزة بالتمام، لأنها من عند الله خالق الإنسان، وهو أعلم بما يصلحه، وهي كذلك حقوق متوازنة يسعد بها مؤدوها في الدنيا والآخرة. لقد سبق الإسلام منظمات حقوق الطفل 14 قرنا من الزمان، إذ قرر للطفل كثيرا من الحقوق والميزات. فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: كما أن لو لوالديك عليك حقا كذلك لوالدك. ومن حقوق الطفل في الإسلام حق الحياة، حق إثبات النسب، وحق الرضاعة، وحق اختيار الاسم اللائق، وحق التعليم، وحق المساواة. حقوق الطفل في المواثيق الدولية تولى معظم الدول عناية خاصة بالأطفال الذين هم أمل الغد. وقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين اهتماماً دولياً ملموساً في مجال الطفولة، وظهرت منظمات دولية أعلنت مواثيق كان هدفها إسعاد الطفل وحمايته صحياً واجتماعياً دون أي تمييز. ففي العشرين من شهر تشرين وافقت الجمعيات العامة للأمم المتحدة على وثيقة حقوق الطفل المتضمنة: الحق في الحياة الآمنة، والحق في المسكن والغذاء والرعاية الصحية، والحق في التعليم، وحقه في حمايته من التفرقة العنصرية أو التفرقة الدينية. عزيزي الطالب، عليك الرجوع إلى مواد الدستور الأردني وتذكر بعض المواد التي تعنى بحقوق المرأة والطفل. إذن درسنا هذا اليوم عزيزي الطالب هو حقوق المرأة والطفل، وقد تحدثنا عن حقوق المرأة في الإسلام وكيف قام الإسلام بإعطاء المرأة حقها وأعطاها حقها في الميراث بعد أن كانت محرومة منه في الجاهلية. وقد كفل الإسلام المرأة حق العلم والعمل وحض عليه وربط العلم بالعبادة. أيضا الطفل في الإسلام كما قلنا هو من لم يبلغ الحلم. وأما في وثيقة حقوق الطفل الدولية فقد تم تحديد عمره بما لا يتجاوز 18. والأطفال عزيز الطالب هو نعمة إلهية جديرة بأن تصان وترعى وتعطى حقوقها التي أقررها الإسلام المتميزة بالتمام، لأنها من عند الله خالق الإنسان، وهو أعلم بما يصلحه، وهي كذلك
حقوق متوازنة يسعد بها مؤدوها في الدنيا والآخرة. شاكرة عزيزي الطالب، حسن استماعك وتعاونك.